بنحييكم من جديد دايما عبر صوت لبنان، أهلا فيكم. لبنان بيضوي شمعة بين أمل، هيك شمعة أمل بين الانتصارات الرياضية والاحتفالات الدينية اللي عم بتعم المناطق اللبنانية والمشاوير والرحلات السياحية اللي عم تكون داخل لبنان. من لبنان إلى دبي، شاب لبناني حامل راية النجاح والانتصار، بطل من لبنان، راح يمثل لبنان ببطولة دبي. بسرني رحب باستوديوهات صوت لبنان برياضي اللي موجود معنا اليوم، رالف حداد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حبيبي. عم بتمثل لبنان بمجهود شخصي إن شاء الله. بتصور هيك. كيفك؟ مثل كتير لبنانية رياضية 100%. بس يعطيكم العافية، يعني عن جد بمجهودكم الفردي هيك بتخلوا هالاسم يضلوا نظيف، يضلوا لامع، يضلوا حلو، ويضلوا العالم يحبوه. الى دبي، انت حضرتك بطل من ابطال كمال الاجسام بلبنان. صحيح. خبرني عنك شوي. بلشت انا كمال اجسام احترافيا تقريبا سنه 2021. ب 2022 نزلت بمستر يونيفرس اللي انعملت بلبنان، بطوله عالميه استضيفت. الثاني بتصور طلعت الثاني عالميا على الجميع، نتيجة كتير حلوة. نتيجة بتجنن. نعم، كان في ثلاثة لبنانية بهيدا الكاتيجوري وأكيد من بلدان تانية، طلعت الثاني. هلأ إلي سنة ونص حاطت my full focus تا هالمرة نعمل فشخة كتير كبيرة. رح أطلع ب 23 على دبي، ب 27 هي البطولة دبي برو. العالم ما بتعرف يعملوا ريسيرش، دبي برو هي من أكبر، واحدة من أقوى البطولات العالمية بالعالم 100%. شو يعني من أقوى؟ بيجوا عليها أقوى رياضية، ومش بس أقوى رياضية اللي بيشاركوا، بيجوا رياضية مستضافين، يعني معه مرتين ثلاثة مستر أولمبيا من أعظم اللي هو التايتل الأعظم 100%. بيستضيفوهم كرمال يشوفوا الإكسبوجر وكل هولي، مشان هيك أغلب الرياضية بروحوا لهونيك، ولو حتى كان بداعي يعني يعرفوا أو يعرفوا عن حالهم. ف حلو، أصلا بمجرد الاختلاط بين هالبطولة العالميين بتاخدوا خبرات، بتصير في تبادل معلومات، بتسألوا أسئلة، بتعرفوا كيف بتصير الأمور. قدام مهم المشاركة بهيك بطولات، خصوصا دبي هالبطولة العالمية. دبي بالأخص قدام مهم، إذا نحن قدرنا نحقق عن جد النصر بدبي بقدر أحصل على البرو كارد اللي هي بطاقة الاحتراف. من هيدي البطاقة الاحتراف بقدر اشترك بكمبيتيشنز أعلى، إذا بدك كأنه صرت درجة أولى، درجة محترفة. من هيدي الطريق أنا بقدر وصل على مستر أولمبيا، يعني هيدي هي ستيب نمبر 1. أنت رح تشارك ببطولة دبي لكمال الأجسام، البطولة من 17 أنت مسافر، أنت قلت لنا ب 23 ب 27 جولاي. نعم، دبي رح تستضيف أعظم الرياضيين، ناس مشاركين وناس عم تجي. شو بتستفيدوا منه؟ يعني ممكن كمان غير انكم تتبادلوا الخبرات، ممكن يصير في علاقات، ممكن يصير في اتصالات، ممكن يكون في دعوات لمشاركات تانية عالمية 100%. البارت اللي كتير مهم بدبي انه مثل ما قلت اوريدي في كتير عالم مهمة هونيك الاعظم على صعيد الرياضة، وبالتالي الشركات، رؤساء الأعمال، العالم اللي مهمة بهيدا الفيلد. فمنقدر نحن من هونيك إذا عن جد قدرنا نفرجي نحن شيء حلو، يمكن حتى ما نربح، بس نقدر نفرجي عنا بوتنشل حلوة. من هون نحن يمكن يجي يطلع لنا فرص تانية، فرص أعظم، فرص أكبر. مشان هيك عم نحط everything عن جد نقدر نعمل نتيجة. بطولة كمال الأجسام بأي فئة حضرتك رح تشارك؟ هي فئات على ما أعتقد، يعني هن ثلاث فئات على قد ما أنا بعرف. بأي فئة حضرتك؟ هن بالشباب في ثلاث فئات، في المانس فيزيك يعني الفئة اللي بيكون لابس الشورت الطويل أعلى بشوي من الركبة، الفئة الثانية اللي هي كلاسيك فيزيك بيجي شوي حجمه أكبر من المانس فيزيك، بيبقى لابس الميول الرفيع اللي بيجي على القد، بس هون بيكون بعده ببارت الفت. وآخر رفقة هي البادي بيلدينج مثل ما بتشوفوا، اللي بيكون لابس كمان الميول بعد الأدية وبفرجي أحجام أكبر بكتير.
حدث انا هيك. مشارك باول كاتيجوري اللي هي تعد الكاتيجوري الاستيتيك الفتنس، يعني انا بدي فرجي قد ايه جسمي متناسق مع بعضه، قد ايه حلو، قد ايه انا رياضي. هيدا اللي مثلا نازل على البحر يفرجي جسمه مرتاح، مش لي بالكت وكبير وحجم. سو ما كتير بهم الاحجام والعضلات، بهم تناسق الجسم، جماله، العضلات على قدك. صح، اللي انا ما عندي ولا شيء بس بدا قد ايه بتعتني بجسمك رالف حداد؟ قد ايه يعني هالرياضه اللي بتشارك فيها مره او مرتين او ثلاثه او اربعه او خمسه بالسنه، فنفترض عندك 365 يوم، قد ايه بتعتني فيهم بجسمك هالايام؟ الاعتناء بالجسم وخاصه على الصعيد المحترف ببطل اسمه اعتنى بالجسم، صار اسمه لايف ستايل، صارت حياة يومية. أنا ما بقدر يكون مثلا هدفي أوصل على مراكز أعلى وأنا إيه يلا ما بأثر بريح شهر أو جمعة ما بعمل شي فيها أو أنه ما عليه بزعبر بكذا. بدنا نكون فول ديديكيشن، هذا اللي بميز المنيح من الأحسن والأحسن. فأنا من 365 يوم، عندي 365 يوم عم باكل لجسمي، عم بريح حالي، عم بتمرن لجسمي تنوصل ايفنشلي للهدف. نعم، يعني كانك بدك تقول لي عايش 365 يوم، مش مثل ما بيفهموا الناس. خلينا نوضح ريان هذه الشغله، رالف عفوا، مش مثل ما بيفهموا الناس انه محروم وانه معذب انه مقهور، لا أبدا. في 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 طريقه مرتبه بانك تتعاطى مع جسمك، مع الاكل، مع الرياضه، مع كل شيء. هلا في تضحيه اكيد، خاصة هلأ يعني أنا هلأ أعد ما في عيش صيفيتي ولا anything قريب عليها، لأنه في حال بدي روح مشوار على البحر، بدي روح مشوار على البحر، بدي أخذ معي أكلاتي، بدي أعمل حساب أني يكون محضرهم، كيف بدي حطهم، كيف بدي خزنهم، كيف بدي سخنهم، كيف بدي أكلهم، كيف بدك تحافظ على وخاصة بآخر الأيام نكون صحيين كل الوقت هالوقت. بس بالايام قبل، يعني نحن وقت نكون اوف سيزن ما عم نحضر لبطوله، يعني بعدنا نحن بالفاز اللي عم نكبر فيها، اللي عم نكبر عضلاتنا فيها، مش عم ننشف ونبين جمال العضله. هون نحن بيكون في عنا تناسق وبالانس، بنقدر استحلينا شغله فينا نفوتها بالدايت تبعنا او كل شيء. لا رالف، خبرني خبريه بيني وبينك، هلا بهالقد دقه بتاكل على الجرام، على كالوري زياده او اثنين ثلاثه زياده، هود قد حسبون؟ إيه؟ بشرفك كيف فيك تعملهم هول؟ يعني كرمال نحن عن جد نقدر نوصل للهدف، بدك انت على الميزان بتاكل، يعني على الميزان كل اكلي على الميزان، لدرجه بعد اكثر الملح اللي بحطه كمان باكلاتي على الميزان. ونحن هلا بما اني انا 10 ايام بعيد عن الكومبيتيشن، حتى المي عم بقيسه، لانه في بالاخر عنا شيء اسمه سحب المي تبين بعض العضله اكثر. يعني تخيل انت في جلده تحت سماكه مي ما بتبين العضله، بتبين العضله هيك منفوخه تبين. يعني قبل المباراه بكم يوم بتكون تسحبوا المي من جسمك؟ بسحب مي اكيد بطريقه صحيه، طبعاً مش انه بسحبها بشيء. في طريقه اكيد، في ناس، انا والكوتش متبعين، في الكوتش، في في صحيح الاطباء اللي بيكونوا معه 100%. صح، نعم. يعني احنا عم نكون عم نعمل فحوصات دم كل فتره، بنكون عم نراجع الحكيم، الكوتش تبعي متابعني رالف فرح بوجه له كل الخير، تبعنا يوميا كل ساعه. ما فيك تحضر لحالك، بدك تيم وراك. نعم، والبشع بلبنان انه التيم نحن عم نجيبه، نحن عم ندبره، نحن عم ندفعه، كل شيء عم بيكون لحالنا، بس الحمد لله قد الحمل. كله بتعملوه على حسابكم الخاص، السفر، المشاركة، كل شيء. انت يعني بتروح ما بتمثل حالك رالف حداد، بتمثل لبنان، ما بيقولوا رالف حداد، بيقولوا لبنان مثلا 100%. ولا حدا صراحة بيقول وينك يا زلمي، وينكم يا هو، وينكم يا جماعة، شو عم تعملوا، كيف دبرتوا حالكم. نعم. طب ليه عندك يعني بميل عندك إصرار وبميل عندك وجع أو صح إنك لحالك بطريقة ايه يعني إذا ربحت بزقفوا لك أو بيسابوك المطار طيقطفوا الفوز. إيه بتضايقكم أنتو كرياضيين عم تمثلوا لبنان خارج لبنان عم تزقفوا بإيد واحدة؟ صح. هلأ اللي بميز الرياضة اللبناني إذا بتلاحظها مع كل الرياضيين إنه
كلنا صرنا عنا هيدا الجهد وال 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 هيدا الباشن من جوا، انه نحن عاملين حسابنا عم نشتغل لحالنا، ما بدنا حدا معنا. هلا ايام بيجينا دعم، عم بيكون دعم صغير اكيد، انا في كذا حدا دعمنا بس اكيد على صعيد صغير، مش ماديا اكيد، انه شغله من هون شغله من هون، نحن بتصير مثل بونس، بينما هو لازم يكون، ما رح نسميه واجب بس حق اذا بدك، لانه انت عم تتعب وتمثل لبنان وعم تحط، يعني بدل ما يكون عندك رفاهيه المدخول بالعكس عم تحط مصروف كبير كثير. رياضيين الابطال بغير بلدان، سيارات وشوفيرية ومعاش وبيوت فاخرة وحياة، ما عندهم شيء يعملوه إلا يشاركوا بهالبطولات ليكونوا مرتاحين. لا أنتوا بتروحوا على أشغالكم، صحيح، بعدين تمارسوا رياضتكم، بعدين تنظموا حياتكم، بعدين تشاركوا بهالمباريات 100%، مزبوط، وعم تحققوا نتائج. هون هذا الفخر، إنكم عم هيدا البزاعل كمان، إنه تطلعوا فينا، ليك نحن عنا البوتنشل، نحن الشعب اللبناني الرياضيين اللبنانيين، بعتقد هن هلأ بالوقت الحالي الوحيدين اللي عم بيرفعوا اسم لبنان بكل المجالات. ما بتسمع غير رياضة عمل رياضة عمل بالقصص تاني، ما لنا زابطة. يعني بنتمنى لك توفيق، يعني إن شاء الله. الحفلة برجع البطولة ب 27، انت مسافر ب 23، محضر كل جاهز بكل النواحي. رح التقي مع الكوتش بدبي ونكمل اخر 4 ايام. في تحضيرات بتسبق الكم يوم، يعني بكون عندكم شيء هيك معين؟ هيدي هي، بيكون في تحضيرات خاصه، يعني نوع التمرين، كميه التمرين، الاكل بالضبط، لانه بصير في قصص بدها تنزيد، في قصص بدها تروح. نعم. فهون بيكون عم بتابعني شخصيا الكوتش. قلت لي بدك تكونوا يعني على الميري، بده يكونوا المقاييس 100%، بيكون في قياسات مقاييس قبل، غير انك طلعت عرضت جسمك وكان بالشكل كتير حلو، في مقاييس معينه بياخذوها بعين الاعتبار كمان؟ اكيد. هلا بالفئه تبعي بهمهم اكثر شيء شو انا ببين خصري رفيع نسبه لكتافي. نعم. والإجران ما كتير بتهم بهيدي الفئة. هلأ أكيد بده يكون في شيب إجران مبينة تحت الشورت، بس هيدي الفئة ما بهمهم الحجم العضلي الكبير. فشو التناسق مبين، شو الوقفة متناسقة، شو العضلات ظابطين، أكيد عم نحكي مع تنشيف عضلات مبينة. أوكي، فهون عم نشتغل نحن، واشتغلنا قد ما فينا وين في ويك بوينتس نقدر نشتغل عليها. رالف حداد، انا بتمنى لك التوفيق بانك تقوم بدورك كامل بهالبطوله. رح نروح انا وياك الى بطوله من نوع اخر كمان عنا بلبنان، السياحه الداخليه ناشطه، الاعياد حلوه، الى بقى كفره هالضيعه اللي بتاخذ العقل. رح اخذكم بالصوره الصوتيه لعند زميلتنا الاعلاميه ماجي مخلوف لا تعطينا لمحة سريعة عن الاحتفالات اللي بدها تصير بعيد مار شربل بهالضيعة الحلوة من لبنان. صباح الخير ماجي. الله معك أندري، والله تمنيت تكون معي هون مش بالستوديو. أنت كان لازم تكوني بالستوديو، تركتيني وطلعتي عبقى كفرة. طلعتي لحالك بدوني. ما في يكون بهذا الأسبوع ما كون ببقى كفرة. نعم. بقلب الرعية مع خادم الرعية مع أهل الرعية ببيت مرشال بنكون موجودين لحتى كلنا سوا نعيد. نعم. عيد كنت عم تحكي عن بطولة البطل بالقديس الشعب المخلوق 100%، حبيب الشعب حبيب العالم كله. بدنا نسلم على الأبونا كمان ميلاد مخلوف، وصلي له سلاماتنا وخبريني هيك على الأكيد. أكيد أكيد. تعرف شو، أنه قد ما بدي أحملكم الجو الحلو. نعم. جو الصلاة ببقى كفرة بيكون قليل. نعم. نحن ابتدينا بأسبوع الاحتفالات أو فترة النشاطات الاحتفالات بعيد ما شاب من 11 تموز. نعم. ومكملين مستمرين. رح لك أنه نهار الاثنين كنا مع غطل باسيارك مع بشارة بطل الراعي بي بالدينين، أهل بقى كفرة والأخويات الفعاليات، نزلنا هيك سمعنا وأخذنا التنشئة المسيحية منه. والنهار الثالثة امبارح كنا مع لقاء هيك السنوي الحلو مع أصدقاء الأبنين بلبنان بقداس وتطواف بالأربين وسجود للأربين وصلوات وهيك وتأمل. وبتعرف قدي نحن دي الشربل هو كان عنده الأربين أساس بحياته اليومية والروحية، بقى نحن كمان عم نجرب نكون على خطى نقدر نتقرب من ربنا أكتر.
ونعرف شو بده ربنا منا مش نحن شو بدنا منه. نعم. لأنه الشغلة بتغير كتير. اليوم رح يكون عنا جوانا مدور مرنمة رح ترنم من ألحان جوزيف خليفة بكنيسة الرعية. هون بدي استغنم فرصة أنه كل الأشخاص اللي بحبوا جمعانا بحبوا يصلوا بحبوا هيك بكنيسة سيدي ببقى كفرة يسمعوا ترنين جمعانا عم بترنم شاربل والعبرة ويسوع الساعة 8 المساء بكنيسة السيدة الرعائية. هالكنيسة الروعة هالكنيسة الأثرية الروعة التراثية يلي صح صح يلي ابتدينا بورشة الترميم فيها. ويمكن أشخاص رح تيجي على الكنيسة رح تشوف إنه بلش ينحط السقالات لأنه ما فينا نتأخر كنت تسوق فيه إيه بدها ترميم صح كلها هي ترميم الكنيسة رح تكون على 2025 كنيسة السيدة الرعائية انتهينا بالترميم منها ونعيد اليوبيل المية بهالكنيسة 2025 الكنيسة اللي بتضم أول مزار لمار شاربل صح أول مسبح لمار شاربل بالعالم لأنه نعم. وقتا عملت الكنيسة من 100 سنة الخوري الرعية اللي هو قربته لمار شاربل وقتا كانوا عم بيعملوا الكنيسة بيقول لهم تتركوا هذا المسبح لمار شاربل نعم. للراهب شاربل لأنه رح يصير قديس رح يكون على هذا المسبح ترفع صوته نعم. وتخيط مار شاربل وهيك صار صح أول مذبح لما شربت في العالم هو إذا بعد جمعنا مدور شو عنا؟ بعد جمعنا رح يكون عنا بكرة أنا عم بقول يعني رح لك الأساسيات للناس تجي إيه لحتى نشترك نحن وياهم كل نهار الخميس بكرة رح يكون عنا عائلة مار شربل نتلاقى نحن وياها بكنيسة السيدة وننطل حوالي الساعة 6 بمسيرة لدير مار حوشة بالأثري مدرسة مار شربل ليكون القداس فوق من بعدها بنرجع على كنيسة السيدة لحتى نتذوق أطيب هيك المأكولات اللبنانية من عشا القروية اللي هو من أعداد وتحضير أخويت مارشال بالبع كفلة نعم. ونهار الجمعة رح يكون عنا ريستال على الساعة 8 مع جوقة سيميناري اللي هني شبيبة وصبايا وأطفال من رعية مارمارون ترابلوس وبقيادة أستاذ نديم يلي ببعث تحية نديم عوض يعطي ألف عافية. نهار السبت هو يوم الصلاة من أجل السلام بلبنان هيدا نهار يلي بعرف كتار بيجوا بيصلوا معنا 75 بولمن من كل رعاية لبنان رح يكونوا رح يوصلوا على بقى كفرة الساعة 2 يعني بعد بقى كفرة رح تعج عاج يعني نعم رح يكون عندهم برنامج سياحي ديني بقلب الرعية من أكيد رح يكون منظمين موجودين معهم للساعة 5:30 بينطلقوا بمسيرة من كنيسة السيدة لدير مار حوشة حتى يلاقوا غبطة بطيار مار شارب بطلس الراعي لحتى نحتفل على الساعة 6 بالقداس ليلة عيد مار شاربل وهذا القداس رح يكون منقول مباشر على أكثر المحطات اللبنانية مشكورين لحتى نفتح مجال لكل اللبنانية بلبنان وبالعالم وحتى نعم. محبين شربل وإنه مار شربل يتشاركوا معنا بهذا الصلاة ويطلبوا ويصلوا لأجل كل مريض لأجل كل محتاج لليتيم لكل الأشخاص اللي هني عن جد بحاجة للصلاة وكلنا بحاجة. نهار الأحد هو القداس قداسات كل ساعة في قداس كل ساعة كل ساعة في قداس كل ساعة في قداس قداس الاحتفال يحكون الساعة 11 مع المكرسين برعية بقى كفرة كهنة رهبات قديسين شمامسي كلهم رح يكونوا بالقداس الساعة 11 رح يكونوا على نيتهم وعلى نية المغتربين موجودين بين أهل بقى كفرة موجودين بالعالم نعم وخليهم إنه نحن كل يوم الساعة 5 عم نكون عنا قداس وبيكون عنا طلبة ومسبحة مار شاربل وزياح كله هودي صلاة المساء بيكونوا مع قداس كل يوم الاعترافات مؤمنة بكل الأباديس عنا وكل المحبين شاربل مخلوف مدعوين يجوا عنا على بلدتنا بعكفة حتى نصلي نحن وياهم نحتفل نحن وياهم نفرح نحن وياهم قدي ربنا بحبنا انه بعثنا شاربل مخلوف بهيدا الزمن بالذات لانه نحن كتير بحاجة 100% ليكون عنا علامات يوصلونا نعم. للملكوت ماجي مخلوف انا بدي اشكرك نشاطكم ببقى كفرة رائع جدا وأكيد العالم يعني أنا قلت مرة الحجر والبشر تانيتهم بيستقبلوا الناس بحرارة الحجر قد ما شهدوا على أيام إيمانية كبيرة والبشر على قد ما فيهم
عقد ما اخدين محبه من مرشاربه لتيناتهم بيستقبلوا ضيوف بكل قلبهم. يعطيكم صح. الف انا بشكرك عافية. انا بشكرك اندري، وانت من عائله الاعلاميه برعايه بقى كفر وعم بتتابع دائما. شكرا على كل المجهود اللي عم تعمله. مرشارب اللي يحميك يحمي اذاعه صوت لبنان وكل المحطات المحليه يلي هن حاملين بقلبهم وبفكرهم وبعقلهم بقلمهم قديش تشرب المخلوف للعالم. يعطيكم ألف عافية. ولو بدي أطلع لفوق بقلكم أنه المشوار لفوق بياخد العقل، يعني نهار من العمر. يلا يلا ناطرينك أندري. ناطرينك إيه أكيد. أنت بتعرفيني أنه ما بقى في مشوار لفوق. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا عليك. وعليك يا رب. رالف حداد أنا كمان هيك ما نطلب من مشارب اللي يدعمك بهالرحلة بهالمشوار وترجع لنا بالنصر. بركي كمان بنعمل حلقة ثانية عن عن هيك الأهداف اللي حققتها بهذه الرحلة إلى دبي. شكرا لقدومك إلى صوت لبنان قبل ما تسافر بكم يوم. هيك بنكون وصلنا لختام انترفيو. شكرا لكل اللي تابعونا. خليكم دايما عبر صوت لبنان. عنا بعد كتير إشياء نقدم لكم إياها.